يا الله. السلام عليكم اخوان. يا جماعة الخير، هذا صوتنا من ارض النجف، من ساحات الاعتصام مالت النجف، من ارض على الكرار. احنا نريد نسولف سالفة ومشي عليكم الله، واهل البيت اصعدون الصوت. هذا الكلام موجه، الشك شخص يهم العراق، الشك شخص عراقي حقيقي حقيقي صدق يتهمه ناسه واهله. احنا نريد نسأل سؤال، هذا الرجل هسه اللي مرشح على اساس رئيس الوزراء او النصبوه رئيس وزراء، منين انت؟ وين جيت؟ جيت يم الامام علي تقديم؟ جيت يم النبي محمد؟ لو انت واحد من هاي الاحزاب اللي صار لها سنوات اللي هي اثبتت فشلها قدام كل الدنيا، وين مين انت؟ منين جيت؟ زين احنا جاي نقول سيد علي السيستاني والخيام كلها طالعه المظاهرات، جاي يقولون هم الشعب يختارون رئيس وزراء، مين انت؟ من اختارك انت؟ انت اختارك هذا العامري، ايش عندك يمنا؟ عم شو الطلب هاي؟ عمي ما نريده، مرفوض. اهل النجف عمي، اهل النجف صوتهم ويا اهل الناصريه، صوتهم ويا اهل بغداد، صوتهم ويا اهل الكوت، صوتهم ويا اهل كربلاء، صوتهم ويا اهل الحله، صوتهم ويا اهل البصره. هي مولت النجف اليوم بدت، اليوم النجف مولت النجف صوتها ويا الكل. احنا ناس قدمنا شهداء عمي، احنا ناس حرنا شو نسوي؟ ارواحنا قادمة وبعد الطرواح اللي باكي مرفوض مرفوض. اليوم 1/2/2020